اولا جزيل الشكر لمجله سلطانه وعلى راسها الاخت ابتسام مشكور وايضا كل طاقم اللي كيشتغل في هذا المنبر الاعلامي. انا جد سعيده بتواجدي وجد سعيده بهذا التكريم هذا اللي عنده واحد المكانه خاصه في قلبي لان التكريم كيجي ايضا احتفالا من 30 سنه ديال المسيره الفنيه. وكما سبق لي وقلت في الكلمه ان المسيره الفنيه لما ما كتجيش وكتحط كتحط يعني بفضل نصائح بفضل تأطير بفضل واحد الحب واحد السند اللي الحمد لله لقيته مع الأب ديالي. وأنا جد فخورة نكون ابنة عزيز الفاضل الله يرحمه ولي برحمة الله. فهذا التكريم كنهديه كل فنان كيحب بلاده كل مبدع كيخدم بإخلاص وكيقدم الضمير المهني أولا وعاد كيشوف الماديات. فأنا جد سعيدة وجد سعيدة أيضا لأن آخر أعمال ديال الأب ديالي كان معايا كان من خلال سلسلة بنات السيد طاهر اللي هاد الشخصيات اللي جسدت لي هما ديال فاطمة وزهرة تاهما الله يرحمهم اللي هما كانوا العمات ديال الأم ديالي الله يرحمهم برحمة الله. فهاد التكريم كنهديه لهم وكنهديه لروح الأب ديالي. الناس اللي ما تحتهم فرصة أنهم يعزيوني في المرحوم كانت هذه فرصة. وكنت أيضا فرحانة بزاف لأنني شفت ناس اللي شحال هذه ما شفتهمش. فهذا هو الهدف من غير التكريم اللي احنا فرحانين به فأيضا اللقاء ديالنا كفنانة مع بعضياتنا. فكنظن أنا كل شيء كان فرحان وحتى الأجواء اللي كانت هي أجواء جد عائلية أجواء جميلة جدا. الجمهور كنقول انا كنحبكم بزاف وكنكن لكم كل الحب والاحترام ومعذره الا كنت كنغيب. فالغياب كيدل على انني كنحترمكم وكنبغيكم بزاف باش ما نقدمش اي عمل من اجل الظهور المجاني. فانا لما كنغيب كنفضل انني نغيب باش نرجع بقوه وبحضور وبعمل متميز اللي ينال اعجابهم. صراحة أنا غادي نكون آخر إنسانة اللي غادي نتكلم على أو نقيم الأعمال الرمضانية بكوني أنا كنشتغل في هذا الميدان. هذا الكلمة كترجع للمتلقي المشاهد كترجع لكم كإعلاميين. فاللي ممكن نقول هو كاين أعمال وكاين أعمال. فاللي كان خاصنا نركزوا عليه هو ناخذوا وقتنا قبل ما نقدموا واحد العمل ونشوفوا دائما واحد الرؤيه تكون فيها واحد البعد فكري باش نشوفوا فين غادي نوصلوا بالفكاهه وفين غادي نديوها. يعني ماشي اليوم سهل انك تبان سهل انك تشعل عليك الاضواء ولكن استمراريه استمراريه كنأكد وكنسطر وكنلح على الكلمه الاستمراريه هي النجاح هي النجاح وهي سر النجاح باش تستمر في هذا الميدان. معلوم نصيحتي لهم كاملين يعني انهم يشتغلوا على نفسهم كما سبق لي وقلت انهم يكونوا حريصين على شنو غادي يقدموا. راه كلنا كيدوزوا عندنا افكار في بالنا ولكن واش الافكار كلها ناجحه؟ فالافكار كتطلب واحد الدراسه ومعاناه قبل ما تخرج فكره. راه ماشي اجي وقول فكره. فكنتمنى التوفيق للجميع. هي المكان لكل شيء ولكن اللي يدخل المكان للميدان تدخل ليه ويستحق الجدارة والاستحقاق. لا ان شاء الله ان شاء الله ولا بد ما خاصني نكمل لان الاب ديالي اخر ميساج كان بعثو ليا كان قال ليا غادي نفرح لما غادي نشوفك مواكبه مسيرتك وغتزيدي تعطي اعمال. ف دائما مشعل ودائما انا كنت كنستمع نصائحه وغادي نكمل ان شاء الله يرحمه ولي برحمه الله. شكرا لكم بزاف شكرا لكم شكرا شكرا للطاقم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.